العالمي لإذكاء الوعي حول التوحد، قام التحالف بشراكة مع المركز محمد السادس للمعاقين ومع سنتر ياسمين بروكتون وطبعا مع جامعة الملكية لايوروبيك بتنظيم هذا اليوم من أجل إذكاء الوعي حول التوحد. وطبعا كان عندنا لقاء مع ميدوسياسيون اللي هي جمعية طلبة الطب والصيدلة اللي كان هما عندهم بادرة باش يكون الاحتفال بهذا الشكل هذا. الاحتفال فيه يعني جوج ديال الورشات أساسية، ورشة تستهدف دعم الأسر وخاصة الأمهات من خلال دورة تكوينية حول يعني الدعم النفسي اللي تيحتاجه الأسر لمواكبة الأبناء ديالهم، ورشات موجهة للأطفال والشباب ذوي التوحد في مجالات الطبخ والكوسميتيك التجميل وكذلك الرياضة والأرت بلاستيك. النشاط هذا اللي كتشوفوه واللي عشناه جميعا هو تخليد اليوم العالمي للتوحد بطريقتنا بلغتنا بشراكة مع جمعية التحالف لذوي الإعاقات والتحالف الوطني للتوحد وجمعيات أخرى كذلك، وأبينا في هذا اليوم أننا نفرحوا الأطفال ديالنا ونخليهم يعيشوا لحظات في ورشات اللي هي في الطبخ وفي الكوسميتيك وفي الرسم وفي الرياضة والأيروبيك، وفي نفس الوقت محاضرة وهذه هي اللي كانت مهمة كذلك لفائدة أمهات التوحدين الأطفال التوحدين، لأنهم محتاجين للدعم، محتاجين المواكبة النفسية والمباشرة ومناولة تربوية كذلك. فهذا هو اللي حققته المحاضرة بحضور بعض الأمهات، واستمعنا وصغينا الأمهات وحاولنا نخرجوا بخطة عمل باستراتيجية للاشتغال المستقبلي، وهذا هو اللي غادي يتحقق بشراكة مع الجامعة الملكية للأيروبيك والبريك دانس إن شاء الله. جينا حنايا مع اليوم مع كوليكتيف أوتيزم، جينا باش نشاركوا في هذه المبادرة للتوعية وتحسيس طلبة الطب حتى هما باش يعرف كيفاش كيتعاملوا مع الطفل اللي كيعاني من إعاقة التوحد. ماشي إعاقة وماشي اختلاف، هاد الأطفال خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم، كيفاش نتوجهوا لهم وكيفاش نساندوا حتى الأمهات باش نديروا لهم هاد لاكومبانيومون هاد لو سويفي. وجينا اليوم درنا مع كوليكتيف أوتيزم ومع الشركاء ديال كوليكتيف أوتيزم قدمنا مجموعة من الورشات من الطبخ، لاغ بلاستيك، سبور، ديسان، وجينا اليوم نحتفلوا بشهر أبريل اللي هو شهر الاحتفال بالتوحد، الأطفال اللي كيعانيو من التوحد.